كل كروتك وأكثر. codynow.com. يا هلا بشباب، حياكم، معاكم بشاكر. اليوم المقطع بنتكلم عن سماعة الأسترو A50 الجيل الرابع، وطبعا من ناحيتي أنا محب حق سماعة الأسترو واستعملهم فترة طويلة، فعندي هذه الأسترو A20 قاعد استعملها حق اللابتوب، والأسترو A50 الجيل الثالث كنت استعملها حق البي سي والكونسولز، والحين عندنا الجيل الرابع من أسترو A50. فاليوم نعطيكم رأينا عن سماعة الأسترو A50 الجيل الرابع، خلوكم معنا. شباب، اللي تشوفون قدامكم الحين هي سماعة الأسترو A50 الجيل الرابع. طبعا تلاحظون التغييرات اللي عند الجيل الثالث من السماعة، بلاحظ الفرق بينهم. سماعة من ناحية التصميم جدا ممتازة، شكلها جدا أنيق ومرتب، وتحس انها صج هاي كواليتي. المادة المصنوعة منها هي البلاستيك، بس طبعا مو اي بلاستيك، شيء نظيف ومحترم على قولتهم. السماعة ماخذها المرة طريقة اللون الأسود بالكامل، غير عن الجيل اللي طاف اللي كان مثلا الاكس بوكس ماخذ اللون الأخضر، والبي اس 4 ماخذ اللون الأزرق. ومن ناحية الراحة، السماعة هذه تعتبر التوب لاين، خاصة لأنها سماعة وايرلس. إذا تبي سماعة وايرلس ما راح تحصل أفضل من الأسترو A50، وهذا شيء معروف عند أكثر اللاعبين. هذه السماعة مخصصة حق الجيمرز اللي يبون سماعة وايرلس. سماعة مثل ما قلنا جدا مريحة، يعني حتى لو تقعد تلبسها لمدة 6-7 ساعات ما راح تحس بالسماعة نهائيا، مثل ما قلت سماعة جدا مريحة. إذا حاب مثلا تشيلها وبس، يعني اللي بتكمل لعب وعندك تليفون تقدر بس تخليها كذي، وإذا حاب مثلا انك بس تسكر المايك، الوضع جدا سهل مع طبعا A50 مثل الجيل اللي طاف. هذا هو المايك، بس ترفعه راح يصير ميوت على طول، ومتى ما تبي تكمل المحادثة وتكمل اللعب مع الشباب والبارتي أو الجيم بس تنزل المايك ويرد طبعا معك عادي. من ناحية الراحة، طبعا سماعة الأسترو A50 أن كل شيء تحتاجه موجود هنا على اليمين. عندك مثلا دقم الفوق اللي هي تشغل وتطفي، عندك اللي تحتها اللي تختار بين البريست اللي انت مسيفهم بالأسترو كوماند سنتر، وطبعا عندنا اللي تحت اللي هو اللي يعلي ويقصر الصوت، وهني على اليمين عندكم اللي تختار الجين بين الفويس والجيم. اذا شفت ان صوت ربعك عالي وتبي تخفف صوتهم بس اضغط على الجيم وراح يحول الصوت على الجيم، والعكس لما تضغط على الفويس راح يعلي صوت البارتي او صوت الشات اللي انت فيه. هالمره شركه أسترو استعملت تقنيه جديده مع سماعتهم اللي هي A50 الجيل الرابع، وطبعا يسمون التقنيه بالساوند V2، وهالشيء يضيف حساسيه اكثر، يعني تحس بالشغلات اكثر. اذا قاعد تلعب لعبه اونلاين بتلاحظ الصوت اكثر، يعني صوت الخطوات مهما كانت اي لعبه اونلاين، كود ولا فورتنايت ولا غيرها، بتحس بالصوت. اذا واحد قرب من وراك او يمينك او حتى بالزاويه راح تقدر تحس فيه اكثر من قبل. والابديت اللي سووه على الصوت مو بس الدقه على الاصوات نفسها، حتى الدقه على البيز، يعني بتحس ان صوت البيز خفيف. الأسترو A50 الجيل الثالث كان فيها صوت مرات البيز يصير جدا عالي، بس هالمره تحسه اخف. في ناس يشوفون هذه شغله زينه، في ناس يشوفون هذه إيجابية، بس تبي الصوت الواقعي إنه يكون مثلاً نفس اللي قاعد يصير الحين بالجيل الرابع من أسترو A50. طبعاً عندنا شغلة مهمة اللي هي تكون شغلة مهمة بأي سماعة جيمينج، اللي هي الساوند كانسليشن، الأصوات اللي تسمعها وأنت تستعمل السماعة، يعني هل السماعة تعزل الأصوات أو لا. هالشغلة تختلف على حسب المكان اللي أنت فيه. ومثلاً إذا أنت قاعد ببيتكم لابس سماعة ومشغل صوت عالي، يعني مثلا جيم، ما راح تسمع صوت يمك. حتى لو واحد يكلمك، يعني جربت اني قاعد ولد اختي يمي ما سمعت شنو كان يقول، قلت له تكلم خليني اسمعك، ما كنت اسمع اي شيء يقوله. فمن هالناحيه اوكي، يعني اذا انت مكان الاصوات يمك خفيفه، بس اذا انت برا البيت، يعني قاعد مثلا ما ادري بكافيه ولا عندك بطولة ولا شيء، لا راح تسمع الأصوات اللي يمك، راح يكون الصوت عالي. فمن هالناحية شركة أسترو عندهم المود كيت، يبون لك سماعات أنك تقدر تستعمل جلد بدال الخام، يعني هذيل مثل ما تشوفون قدامكم خام، تقدرون بكل سهولة أنكم تبدلونهم، تشترون شيء يسمونه بالمود كيت. هذا ينباع بروحه، يعني ما يجيك مع السماعة، ميزته أنه يكون جلد، يعني بدال الخام أو المخمل. السماعة الستاندر اللي بتاخذونها، اذا اخذتوا المود كيت راح يكون جلد. الجلد مثل ما هو معروف انه يعزل لك الصوت اكثر، يعني ما راح تسمع، صعب انك تسمع اصوات اللي يمك، فراح يكون صج
عازل لك الأصوات الخارجية، بس من ناحية الراحة يعتبر المخمل هو أفضل شيء أنك تستعمله، خاصة فترات طويلة. يعني الجلد ممكن يسوي لك حرارة وشوية عرق، أما المخمل ما راح يأذيك من هالناحية. فنصيحتي أنكم تستعملون المخمل، بس مثل ما قلت إذا تبون شيء يعزل لكم الصوت تشترون المودكت وتركبونه على السماعة عشان ما تسمعون الأصوات حواليكم، خاصة إذا في يومكم زعج. طبعا سماعة الأسترو تدعم الدولبي أوديو والدولبي أتموس، بس من ناحيتي استعمل دولبي أوديو 7.1 اللي هو بلت إن بالسماعة نفسها، أنا أشوف هالشغلة كافية. الدولبي أتموس يعني يمكن بعض ما يعرفه، هو مخصص أكثر شيء حق السماعات الاستيريو، سماعة اللي بس تكون يمين يسار، يعطيك شعور بالمحيط الدائري انك تكون قاعد مثلا بدائره وحواليك الاصوات، هذا اللي هو الدولبي اوتموس. يعني اكثر شيء يكون حق سماعات اللي اقل من سماعه الاسترو، بس انا من ناحيتي لما استعمل سماعه الاسترو اي 50 استعمل 7.1 اللي هو مثل ما قلت بلت ان، يعني مصنوع بالسماعه نفسها. طبعا هالشيء براحتكم، يعني يعتبر على حسب ذوقك بالشغله نفسها. حاب تستعمل الدولبي اوتموس تقدر تجرب سماعه الاسترو اي 50 المخصصه حق الاكس بوكس، يكون فيها اشتراك سنتين حق الدولبي أوتموس، يعني سنتين راح تكون عندك مجانا لما تشتري السماعة. هذا حق الاكس بوكس، بس البي اس 4 مو حاطين معاها الاشتراك سنتين، لان البي اس 4 مثل ما تعرفين ما يدعم الدولبي أوتموس. بس طبعا بكل الاحوال 7.1 جدا ممتاز بالسماعة، واللي اشوفه اني ما احتاج دولبي أوتموس. طبعا مثل ما قلت هذا الشيء براحتكم انتم، وطبعا تقدرون تجربونهم وتشوفون اي افضل 7.1 اللي بالسماعة ولا الدولبي أوتموس. فالحين يا شباب مثل ما تشوفون قدامكم هذا الصوت طالع من مايك الأسترو اي 50 الجيل الرابع، الصوت جدا ممتاز واضح، جربت اني اسمع الصوت وسجل جدا واضح، سمعت الشباب يقولون الصوت جدا ممتاز. فمن ناحيه المايك مثل ما شفتوا قدامكم اللي راح يلعب معاكم وراح يسمع الصوت وهو مرتاح، وحتى لما تنزلون الأسترو سنتر اللي هو الخاص حق سماعه الأسترو تقدرون تضبطون الصوت، تحطون تختارون مثلا اذا ما تبون الصوت حواليكم يطلع تختارون تورنمنت. فالحين انا قاعد استعمله من ناحيه السيتنج بالاسترو سنتر اللي هو الستريمنج اللي يكون الصوت اعلى شيء ممكن يعطيك اياه، يعني حتى بس مشكلته انه ممكن يلقط او يلقط نقول الاصوات اللي يمكم. فاذا انت يمكم ازعاج وما تبون تاذون بالبارتي تقدرون تدشون السيتنجز بالاسترو سنتر وتختارون نوع ثاني حق طريقه المايك شلون يلقط الصوت، تقدرون تختارون اللي يناسبكم. هنتكلم الحين عن البطارية نفسها وعمر السماعة، وهذه شغلة مهمة يا شباب. يعني انت اذا مستعمل سماعة ما تبي كل شوي تقعد تشحنها، اكيد تبي تشحنها مرة واحدة ويقعد معك الشحن طول اليوم. لما تكون السماعة فول شحن راح تقدر تستعملها من 15 ل 17 ساعة تقريبا حق قاعدة، او مثل ما يقولون سيشن كامل. يعني 15 ساعة اذا ما تكفيك كلاعب، او تعرفون واحد 15 ساعة ما تكفيه، هذا وضع صعب ولازم يشوف له حل يا شباب. 15 ساعة قاعد بمكان وما تتحرك ما ينفع يا شباب، ما ينفع، لازم نتحرك ونروح نادي وغيره الأمور. ومن ناحية ثانية عمر السماعة نفسها، أنا الأسترو A50 جيل الثالث استعملتها لمدة تقريبا 4 سنين، من 2016 للحين 2019 لما أخذت سماعة الأسترو A50 جيل الرابع. عمر السماعة يعني طويل، لا تحاتون عمر السماعة، يعني مصنوع من مواد ممتازة، يعني ما تخترب بسهولة. يعني طاحت مني سماعة كم مرة، بناتي الصغار يلبسون السماعة وبيجربون بيتكلمون بالبارتي خلصوا منها يقطون السماعة على طول تطيح. صارت معي كم مرة، بس هالشيء ما أثر نهائيا السماعة ولا خرب فيها أي شيء. يعني من أول ما أخذتها 2016 للحين السماعة يعني توها ذا الحين فيها عمر. فمن ناحية عمر السماعة لما تأخذها تدري أنها راح تعيش معاك فترة طويلة، ولا تحاتي أنها تخرب يعني بعد سنة. لا لا، هالسوالف مو مع سماعة الأسترو. سماعة الأسترو معروفين بالماتريال أن تكون مصنوعة من مادة قوية، من مادة ممتازة تعيش معاك فترة طويلة. فسماعة مو غالية على الفاضي يا شباب، يعني سعرها هي تقريبا 100 دينار أو بالريال 1200 ريال وبالدولار 300 دولار، 320 دولار او اكثر اتوقع. المهم ان السماعة صج غالية بس تعمر معاكم، يعني من ناحية عمر السماعة مثل ما قلت لا تحاتون هالشغلة يا شباب كلش. الحين نتكلم عن الرينج او المساحة اللي ممكن تكون توصل فيها الوايرلس من البيس ستيشن اللي يشغل السماعة، يعني او تكون شابك فيه سماعة ويعطيكم الوايرلس
نقول المسافه اللي ممكن يوصل له على كلام استرو انها توصل ل 12 متر 30 قدم، اعتقد 30 قدم اذا حولناها متر تصير 12 متر، ماني متاكد. المهم ان الرين جدا ممتاز، يعني عندك صاله كبيره ما راح تكون عندك اي مشكله انك تستعمل فيها سماعه وتقعد بعيد، بس ما اظن في احد بيستعمل السماعه وبيقعد يعني 12 متر وايد يا شباب. فبالكثير بالكثير بتكون استعمال شخص طبيعي من 3 امتار ل 6 امتار، هذا الشخص الطبيعي اللي مثلا تكون مسافته من الشاشه للمكان اللي هو قاعد فيه. مثلا انا من ناحيتي بالغرفة الجيم الخاصه فيني المسافه اللي قاعد تقريبا من مثلا الشاشه للكرسي اللي قاعد فيه تقريبا 3 امتار ونص 4 امتار، فتشوفها مساحه جدا كافيه. فالحين يا شباب نتكلم عن البيس ستيشن اللي هو شيء رئيسي يكون مع الاسر 50، البيس اللي هو تحت السماعه. البيس جدا تغير عن الجيل اللي قبله، يعني لاحظ خرابيكم الجيل سماعه الجيل او قصدي اسف البيس ستيشن حق الجيل اللي قبله تشوف الفرق، فرق مو شويه يا شباب. وهو طبعا الفرق مو بس من ناحيه الشكل، حتى الماجنت، يعني سماعه الاسترو الجيل الثالث كان في مشكله بالماجنت، لما تركب السماعه ما تمسك على طول، مرات تزعجك وتحاول انك تثبتها، يعني مرات اقعد كذي احاول اغير يلا ها تركب، ومرات تشبك على طول وتشحن، فتعتبر شغله مزعجه بعض الاحيان. اما بالاسترو اي 50 الجيل الرابع راح تشبك معاكم على طول، او اقصد تركب البيس ستيشن على طول وتشحن على طول. ماجنت فيها جدا قوي، يعني بس على طول تمسك وعلى طول تشحن، ما اذته من هالناحيه نهائيا. فهذه ميزه يعني موجوده في سماعه الجيل الرابع من الاسرو اي 50. فالحين قبل ما نختم يا شباب مقارنة سريعة بين السماعتين اللي هي سماعة الأسترو A50 الجيل الرابع والأسترو A50 الجيل الثالث. الفرق يعني خل أقول لكم عن شغلة، لحظة هذه خلفها عشان تكون مثل أختها ما تكون العكس، أيوه هذا هو السماعة من هالجهة. إنزين، من ناحية التغييرات اللي بالسماعة نفسها بالأسترو A50 بين الجيل الرابع والجيل الثالث، اول شيء اللي يختلف اللي هو الماده، هذه مصنوعه من ماده افضل، وحتى من يعني تحسها كواليتي اكثر. ومو بس هالشغله، هي الماده اللي صنعت منها الحين تحسون ان السماعه اخف، في فرق، يعني هذه الجيل الرابع اخف من الجيل الثالث، من اول ما تمسكون السماعه بتحسون بالفرق. السماعه اللي هي الجيل الرابع اصغر شوي، يعني مو فرق بس اصغر، يبينها اصغر. هذا من ناحيه قلنا حجم سماعه، وطبعا مثل ما قلنا قبل بيس ستيشن جدا فرق بين الاسترو اي 50 الجيل الرابع والاسترو اي 50 الجيل الثالث، على طول يشبك، حجم اصغر، شكله حتى احلى على الطاوله، يعني تقدرون تاخذونه معاكم تخلونه بالجنطه، اصغر ما يبيكم مثل البيس ستيشن خاص حق الجيل الثالث. فبالأخير يا شباب حق اللي يسألون، هل آخذ الجيل الرابع من أسترو A50 أو آخذ الجيل الثالث من أسترو A50؟ ومن هالناحية طبعا حق الأشخاص اللي ما أخذوا الأسترو من قبل وبيأخذون أسترو A50، لا أكيد أخذ الجيل الرابع. تعديلات يعني هم صار لمن أسترو نزلها سماعة، مبين أنهم استمعوا حق رأي اللاعبين بالمشاكل كانت حاشتهم في السماعة. قلنا شغله مثلا البلاي ستيشن انه ما يمسك على طول ماجنت بالجيل الثالث، هذه شغله. السماعه اخف، هذه شغله مهمه جدا. وعندنا شغله ممكن ما تعتبر مهمه حيل وفي وايد ما يدرون عنها، اللي هي ان البلاي ستيشن بالجيل الثالث شو يصير فيه؟ مرات يتعارض مع الوايرلس اللي انت عندك اياه بالغرفه، يعني مثلا الراوتر اللي تشوفونه هني الراوتر مال جيمنج مرات يعترض مع الوايرلس حق الجيل الثالث، وتلقى تبلش سماعه تقطع تقطع تقطع. فتره كانت تصير معاي بكثره ما كنت فاهم من شنو، بس عقب ما جربت وتاكدت وقعدت طبعا قريت مواقع وبالنت، وهذا الوايرلس يعني او تردد ما شنو يسمونه هناك يعترض مع البيس ستيشن بالاسرو اي 50، فهالشيء كان يؤذي. هذا غصب بالجيل الثالث، اما الجيل الرابع عدوا له المشكله وما راح تحوشكم هالمشكله هذه. ونرد نقول مره ثانيه، اذا انت مو ماخذ الاسرو اي 50 وتاخذ الجيل الثالث
او الرابع لا يبغى توكل وخذ الجيل الرابع. اذا انت عندك الاي 50 جيل ثالث ومفكر تاخذ الجيل الرابع هذا طبعا شيء من اختيارك، تشوف ان الشغلات اللي غيروها حلوه تسوى اخذ. يعني الصوت افضل تسمعه بالجيل الرابع، ما اقول افضل يعني بمراحل بس اعتبر افضل. السماعه اخف والبلاي ستيشن اختلف، شغلات ممكن تكون مهمه عند لاعبين كثار. فاذا انت تشوف هالشغلات مهمه وعندك طبعا ما عندك مشكله من الناحيه الماديه اخذ ال A50 الجيل الرابع وراح تعيش معك 4 سنين. يعني اتوقع يعني ان شاء الله نتعيش معك 4 سنين مثل ما صار حق الاشخاص اللي عندهم سماعه ال A50 الجيل الثالث. فبالاخير يا شباب اتمنى يكون عجبكم المقطع، واذا عندكم اي سؤال بخصوص سماعه الاسرو A50 كتبوا بالكومنتس وراح اجاوب ان شاء الله على الكل. واتمنى منكم تساعدونا بالنشر، لا تنسون نشر القناه يا شباب، ولا تنسون اللايك، ولا تنسون نشر المقطع حق الشباب اللي مفكرين ياخذون الاسرو A50 الجيل الرابع. يعطيكم العافيه يا شباب، السلام عليكم.